نعمل جلاش اساور. جبنا لفه الجلاش قطعناها اربعه بنفس الحجم ده، بس ولا مش عارفه لازق في بعضه كده ليه، وتيجي تقطعي وتطلعي واحد اتنين تتقطع منك. زي ما انتوا شايفين كده، عشان ده بعد ما يستوي هنحط في النص مكسرات. الورق ده وحش قوي قوي. ما بيتفكش. نعمل اتنين بقى بس هتبقى تخينة جدا. ممكن برضو اهي اهي نلمها كده لجوه بحيث تبقى ارضيه ليها اهي. شفتي يا بيه؟ نرصهم كده في الصينية، نلف برضو كام واحدة المقطوعة اهي كمان على المقطوعة التانية. هنا كمان اهو المفروض ورقة واحدة، بس للأسف الورق ده كله لازق في بعضه، فهنعمل عادي شغال يعني، بطن ما بتشكرش. يبقى احنا كده عملنا الكيف ده وقليناها، بتتقلي بالدقيق مع الردة. هو ادي الجلاش قدامنا على الشاشة اهي، انقلوها بقى صوروها اكتبوها زي ما تحبوا كده. كده الجلاش معانا كده خلصت الشويه دول حلوين قوي كفايه كده. هدهنه سمنه وادخله الفرن. بسم الله. نحط المكسرات بعد ما يستوي، نحطها بقى في الفرن ونرجع عشان نكمل. فيها سمنه زياده فانا هنقلها كده في الطبق واحط لها. بص عايزه اوريكم شكلها من تحت اهي. نقلها كده ونحط الشربات عليها. احنا عايزين طبق كبير. نرصها بقى هنا في طبق اكبر شوية عشان تاخد الكمية كلها. طبعا لسه هنحط لها مكسرات، ولو في عندك كريمه ممكن نحط لها كريمه. اي حاجه انت تحبيها حطيها، اي طعم ممكن تحط لها كمان قطع موز وفراوله ومانجا زي ما تحبي. اهو حلو قوي كده اهو. هنعمل ايه دلوقتي بقى؟ نعمل حاجه بسيطه قوي، ده شويه شربات صغيرين قوي. بسم الله. ونسيبها بقى تبرد شويه
على ما تبرد شويه نطلع فاصل صغير ونرجع عشان خاطر نحط لها كريمه. هجيب كريمه لو سمحتي يا استاذه، انا كنت عايزه احوش كيس كريمه في الفريزر، ممكن تديهولي؟ انا تعالى لكم بعد الفاصل. قبل الفاصل كنا سايبين البقلاوه اللي هي الجلاش يبرد شويه، وادي المكسرات عندي في كل واحده كده حبه مكسرات اهو، اي نوع مكسرات تحبيه، اي حاجه انت عايزاها، ممكن تحطي فيها كمان تمر، النوع اللي تحبيه حطيه، او فواكه او كريمه. للاسف مفيش كريمه، كلوها وانا مش هنا. شايفين كده اهي، طبعا حلوه حلوه قوي. هنعمل بقى مشروب بعد ما نخلص ده، حلو قوي برضو. شايفه عملنا لكم وجبه كامله النهارده بالمشروب بتاعها بسلطاتها بحاجتها كلها. بصوا بقى شكلها حلو ازاي، هتاخدوا الواحده كده اهي، شايفين جمالها